في كل عام نجدد الولاء للخدمة الحسينية بخدمتنا لهذا الموكب المبارك، ألا وهو موكب جامعة الكفيل. هذا الموكب يقدم عدة خدمات، منها المفرزة الطبية نساء ورجال من الصباح إلى المساء، وعندنا الأخوة المبلغين بالتوجيه الديني الاستفتاءات الشرعية، وعندنا أيضا تصحيح القراءة القرآن أي سورة الفاتحة، وعندنا النقطة المهمة وهي مبيت الزائرين في السرادق داخل الجامعة، حيث يتراوح عدد الزائرين من 1500 إلى 2000 زائر بين نساء ورجال. نوفر ثلاث وجبات من الطعام، الأفطار والغداء والعشاء، بما هنالك من ضمنه الماء، يعني تقريبا عندنا حوالي نصف مليون كاسة ماء هذه السنة الحمد لله. هذا العام ضفنا براد ماء يعمل على الكهرباء بطاقة سبلة حوالي 3 طن. نبلشنا بهذا البراد يأخذ حوالي كل ساعة 50 كرتون ماء.